وكل التخوف أن يذهب هذا الانقسام إلى اقتتال في الشارع العراقي، وهذا ما لا يرغب فيه الجميع في وقت العراق أحوج ما يحتاج إليه استقرار سياسي وأمني. ولاحظنا كيف استغلت عصابات داعش هذا التشاذم السياسي وهذا التناحر في بروز نشاطات لهذا التنظيم في أكثر من محافظة، واليوم تجري عمليات كبرى لمطاردة هذا التنظيم نتيجة التحركات الواسعة لهذا التنظيم وتعرضاته على القطاعات الأمنية. إذن نحتاج إلى فترة سلام وهدوء سياسي حتى نستطيع لملم شتات البلد والخروج بحكومة تستطيع النهوض بالمهام الموكلة إليهم.